حسين يا غريب. أمير المؤمنين صلوات الله عليك يا علي، قال ابغني امرأة ولدتها الفحولة، ذهب عقيل إلى حي بني عامر، عامر بن صعصع شجعان معروفين عند العرب يسكنون خارج المدينة، كان عندهم هناك حي لهم، ودخل وعقيل بن أبي طالب أتى إليهم، والد أم البنين والدها وهي فاطمة بنت حزام بن عامر الكلابية العامرية من بني عامر. وأيضا لما أن نظر حزام بن عامر إلى عقيل قال لك الضيافة 3 أيام. عادت قديمة عند العامريين وعندهم وعند العرب من يقصدهم واحد كريم يدخل ضيف البيتهم يخلون رايات خضرة وبيضة وحمرة، يخلون رايات مثل زينة تكون، ليش؟ حتى الناس يعرفون فلان عنده ضيف شريف، ضيف شريف نازل عنده. فعلق الرايات كما يذكر في التاريخ وكلها زين الحي كله. قالوا ما الأمر يا حزام سيدنا وسيد قومه؟ قال لقد أقبل علينا ابن سيد البطحاء، هذا عقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، أشرف الخلق هذولة، أشرف الناس، ولا أدري ما الذي أتى به. اللي عقيل دخل 3 أيام، اليوم الثالث قال اطلب ما تريد يا عقيل. قال طلبنا ابنتك فاطمة. قال لمن لك؟ قال لأخي علي. قام وقف كبر قال الله أكبر، يا بني قومي قد زادني الله شرفا أن يكن علي بن أبي طالب صهري ويكون زوج ابنتي فلأستشيرها. قال لها الأمر، لك الطاعة، الإسلام لازم تستشار البنت. يقول ذهب، لما ذهب وإذا ابنة أم البنين تحكي لأمها حلما رؤيا قد رأتها البارحة. هو وقف يسمع وإذا تقول لها أمه، أم البنين تقول لأمها، أمه إني رأيت البارحة تاج على رأسي، تاج عظيم مكلل بالجواهر واللآلئ، قد ألبسته على رأسي لبسوني، ورأيت كواكب 3 نزلت من السماء في حجري، ورأيت قمر السماء أيضا نزل صار صغيرا في حجري، ولا أدري ما تفسيره. فقالت أمها إن صدقت رؤياك أن التاج زوج عظيم وأن الكواكب والقمر أولادك، لكن يكن أحدهم كالقمر. يا قمر بني هاشم. قال صدقت الحرة، وقف هو، قال صدقتي يا أم البنين. عندهم كان البنت التي تكون مثل ما نسميها أم بيت، أكو بنت تصير سبحان الله مثابة أمها، هي تشيل نص الشغل لأمها. عندهم كان البنت هكذا حتى لو مو متزوجة يسمونها أم البنين، يلقبونها بأم البنين، وكان لقب جدتها أيضا أم البنين، فكان أبوها يناديها يا أم البنين صدقتي ابنتي. قالت ما الأمر؟ قال هذا عقيل بن أبي طالب أتى خاطبك إلى أخيه علي بن أبي طالب. نكست برأسها، قال ما تقولين؟ قالت أولي الشرف أن أكون زوجة لعلي بن أبي طالب ولي الله. قال رضيت بني ونزداد شرفا بعلي. قال ألقوا، قالت القول قولك، لأكونن فراشا يطأني برجليه. طاهرة حرة نجيبة، الله. يقول أتى لعقيل بشر، نعم، قام التهليل والتكبير، رجع ورجعوا وجوا كلهم وياه وجابوا أم البنين إلى المدينة. وإذا مولاي علي صلوات الله عليه إلى دار البشرى، يا علي هذه أم البنين. جلس علي صلوات الله عليه، تزوج أم البنين. يقول أتى أبوها هو يمسك ناقتها يزفها، لي الشرف ينادي، لي الشرف ولنا الشرف بني عامر بن صعصعة أن يصاهرنا علي بن أبي طالب العبد الصالح ولي الله وخليفته.
يقول حتى رأى أمرا هناك توقف لما نزلت أم البنين وقال لها علي ادخلي إلى الدار. وقفت مهلاتنا أم البنين، أبوها واقف، أخوانها واقفين، بني هاشم أيضا أمير المؤمنين. ما الأمر يا أم البنين ادخلي؟ قالت يا سيدي يا أمير المؤمنين استأذن لي الحسن والحسين وزينب، هل يأذنا لي أن أدخل إلى دارهم وأكون خادمة لهم؟ الله أكبر، شوف الولاء، شوف المحبة، شوف الإيمان، شوف الاحترام والتقديس لأهل البيت، لأبناء فاطمة الزهراء، لأبناء علي. لا إله إلا الله. نادى مولاي علي: بني حسن، بني حسين، بني زينب. أتى الحسن، أتى مولاي الحسين، أتت العقيلة: ما الأمر؟ لبيك أبا يا علي، أمكم أم البنين تستحي أن تدخل إلى داركم، هل تأذنوا لها؟ أحاطوا بها: أمها أم البنين أنت بمثابة أمنا، أدخلي يا أم البنين، أدخلي إلى بيتك ودارك ونحن بمثابة أولادك. ضمت العقيلة لصدرها وضمت الحسن والحسين ودخلت إلى دار علي أمير المؤمنين. أيام يناديها مولاي علي باسمها فاطمة، يا فاطمة، كان يحب هذا الاسم أمير المؤمنين. وانت تدريها يقول هناك كان يناديها، قالت يا أبا الحسن بالله عليك لا تنادي لي بفاطمة. قال لما؟ قال كلما ناديتني بفاطمة أرى الحسن والحسين وزينب يلتفتون يتذكرون أمهم فاطمة، فلا أحب أن تكسر قلوب بنات وأولاد رسول الله. ماذا أناديك؟ ناديني بأم البنين. فصار يناديها بأم البنين حتى حقا صارت أم البني، أنجبت أربعة من الأولاد لعلي أمير المؤمنين. أول ولد كان قمر العشيرة أبا الفضل العباس. لما ولد أبا الفضل رأته مولاتي أم البنين وجهك القمر الطالع، أتت به إلى علي قال والله إنه لقمر بني هاشم، إنه ولدي العباس. أخرج يديه نظر إلى يديه الصغيرتين، كفيه الصغيرتين، قبلهما أمير المؤمنين. قالت أم البنين يا أبا الحسن لماذا تقبل كفيه ولم تقبل فمه وخده وعينه؟ قال أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن هاتين الكفين ستقطع. قالت لأجل من تقطع؟ قال لأجل أخي الحسين، طاعة لله ولرسوله وطاعة لأخيه الحسين في سبيل الله. سيبدله الله يا أم البنين جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة كأخي جعفر الطيار. قالت ولدي أنت كفور كريم،